قرر مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تعيين الدكتور محمد خضر علي في منصب رئيس شبكة قنوات سي بي سي، وذلك في إطار خطة التطوير داخل جميع قطاعات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. جدير بالذكر أن الدكتور محمد خضر يشغل منصب أستاذ ورئيس قسم الإنتاج بالمعهد العالي للسينما، بالإضافة لكونه مدير عام قناة دريم منذ عام 2015 وحتى الآن، حيث عمل بوظيفة المنتج الفني براديو وتلفزيون العربي في الفترة من 1994 وإلى 2011، كما تولى منصب مدير قطاع البرامج والإنتاج بقناة دريم عام 2013 ومدير عام قناة الحياة منذ عام 2013 إلى 2015.